زي ما المهندس عدلي قال، وقت الجد ما بتستدعيش اي حد، بتستدعي اللي يقدر فعلا لما تيجي يمثل نستدعي بالنسبه لك. الاستاذ محمد مرجان الاول وفي اللحظه دي برضو ما بنستدعيش اي حد، بنستدعي حد مسؤول عن تنظيم الاهلي لهذه المباراه الكبيره جدا. والحقيقه الترمومتر فاعل بقوه شديده في الفتره الاخيره، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. سياده العميد اهلا بيك. يا استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك كابتن عدلي، مساء الفل عليك. ازاي يا كابتن؟ الله يخليك يا رب. انت تقريبا المطلوب الاول دلوقتي، كل الجمهور انت راجل امن صحيح دلوقتي، كل الناس كل هدفها الاقبال على المباراه. ما شاء الله احساس جمهور الاهلي باهميه الحضور عالي جدا. عايزين نعرف منك الناس تحضر المباراه ازاي وتقدر تاخد تذكره ازاي. طيب ان شاء الله باذن الله احنا فتحنا الحجز الالكتروني، واحنا عندنا اللي من لهم حق في الحجز الالكتروني 28800، دول اللي معاهم بين اللي حاملين البطاقه الاهلاوي واللي معاهم الوصل اللي هم اللي دخلوا الاشتراك جديد، فدول عددهم 28800. ابتدى الحجز فعلا من الساعه 3، كان في مشاكل طبعا في السيستم ان الضغط غير عادي. بعتنا المهندس كمان محسن المسؤول عن الحاسب الالي عندنا قاعد في الشركه هناك، ابتدى يديني دلوقتي تقارير اللي فيه ابتدت الحجوزات تشتغل. احنا فتحنا الحجز على كل مستوى كل المحافظات، من حق اي حد له الحق اللي هو يخش على الاونلاين يحجز، بيدفع في منفذ اللي موجود اقرب منفذ عنده وبيستلم الايصال، بس هيستلم التذكره من المنافذ في القاهره الكبرى او في اسكندريه على حسب ما هو يحدد مع الشركه المسؤوله عن هذا الكلام. ده بالنسبه للجماهير اللي هتحجز عن طريق الاونلاين. ان شاء الله بالنسبه لاعضاء يعني يدخل يا سياده العميد، يدخل على موقع النادي ويحجز هم عارفين في محافظته بس يستلم يا من القاهره يا من اسكندريه. تمام. بيحجز في محافظته وبيدفع الفلوس عنده في محافظته، ده توفيرا وتسهيلا في اي مكتب فوري مش كده؟ اي مركز فوري، ولكن هيستلم في مركز فوري يا اما في القاهره الكبرى يا اما في اسكندريه ان شاء الله. اتكل يا اما هو الاقرب له ان شاء الله باذن الله، ده تسهيلا للجماهير بالنسبه للمحافظات كلها. تمام. عشان يبقى في مبدا العداله لكل الناس ان شاء الله. المخصص بيعه، المخصص بيعه من خلال هذا السيستم قد ايه؟ احنا طرحين 30000، هو المفروض اللي لهم حق 28000. طبعا اللي موجود الزياده ده هيبتدي الفاضل من المتبقي من التذاكر هيطرح لاعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع. يمكن النهارده في الاجتماع الامني اخذنا موافقه مبدئيه اللي احنا ممكن نفتح منفذ في استاد اسكندريه، لسه هناخد قرار بكره طبقا للاحتياجات اللي موجوده بالنسبه لنا، لان طبعا كل الناس عايزه تحجز تذاكر واحنا مقدرين هذا الكلام كويس. طبعا بنوجه كل الشكر لمعالي السيد وزير الداخليه على موافقته على ال 60000 من جماهير النادي الاهلي، بنوجه الشكر لمديريه امن اسكندريه كانوا معانا في الاجتماع النهارده موجودين. يعني ان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه الناس كلها عامله اللي عليها، يبقى اللاعب زي ما حضرتك بتقول اللاعب نمره واحد والحقيقي هو جمهور النادي الاهلي في التعاون مع الامن وفي التعاون مع الشرطه والتعاون مع امن النادي عشان خاطر تبقى مباراه باذن الله فعلا الناس كلها تضحك عنها. في برضه ان شاء الله في اللجنه المفكره للشركه الراعيه اللي النادي الاهلي باذن الله هنعلن عنها في يومها، نتمنى بس تبقى الامور ميسره للجميع ان شاء الله ومباراه تعدي على خير ونفوز النادي الاهلي. بالنسبه للجمهور الاشقاء التوانسه احنا خصصنا لهم الاولى يمين ممتاز عشان خاطر نتعامل برضه جمهور النادي الاهلي يعامل نفس المعامله بالمثل، وفي الاجتماع الفني ان شاء الله باذن الله هيخشوا برضه بالباسبور ولا بالتذاكر؟ لازم تذكره طبعا طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، لازم تذكره والباسبور، ولكن هيبقى ليهم المدرج الاولى يمين مخصص ليهم عشان خاطر لما جمهورنا يروح هناك برضه هيبقى برضه هيخش في الباسبور ويستلم تذكره مجانا هناك بمعامله بالمثل عشان خاطر ده بروتوكول هيتعمل وهيبقى فيه اجتماع في التذكره المجانيه اللي هيستلمها هتبقى من غير قيمه، من الجزء اللي هو بدون قيمه. ده من جزء من غير قيمه عشان خاطر يبقى نفس القصه، جمهور النادي الاهلي لما يسافر تونس برضه نفس القصه هيتعامل بنفس الشيء، المعامله بالمثل ان شاء الله باذن الله. سؤال بقى يا استاذ عميد، دلوقتي 28800 مسجلين نفسهم في السيستم صح؟ تمام. هل في مجال ان حد تاني خلال الايام القادمه يسجل نفسه في السيستم ولا هيبقى صعب؟ لا في الوقت هيبقى صعب السيستم، عشان كده احنا بنقول هندرس بكره ان شاء الله بعد ما حصلنا على الموافقه الامنيه من مديريه امن اسكندريه اللي احنا ممكن نفتح منفذ للجماهير في اسكندريه في استاد اسكندريه، هندرس بكره وهناخد القرار ان شاء الله وهنعلن برضه زي ما بنقول. ما انت لو دفعت هيستلم برضه بالبطاقه.
ده هيبقى بالبطاقه بقى ان شاء الله، هيبقى موجود حد بيسجل البيانات وبياخد صوره البطاقه، وفي نفس الوقت بيستلم التذكره بتاعته في المكان اللي هيخصص ان شاء الله للبيع، وهيبقى غالبا هيبقى استاد اسكندريه ان شاء الله باذن الله. انما هنا في النادي مفيش بيع للجمهور من بره السيستم؟ لا مفيش بيع للجمهور هنا في النادي، اعضاء الجمعيه العموميه وهم لهم حق علينا طبعا برضه، احنا متعودين على كده 50%. أيوة. وهم كده كده اعضاء الجمعيه العموميه عندهم بياناتهم، عندهم جماهير وهم جمهور طبعا عندهم بياناتهم، عندهم يعني يعني كل الناس اللي موجوده هيبقى لهم حق لشراء التذاكر لان بياناتهم مسجله عندي. الاجمالي 60,000 مش كده المسموح؟ ان شاء الله باذن الله اجمالي 60,000 باذن الله. طيب بعثه الترجي ميعادها امتى ان شاء الله؟ المفروض ان شاء الله بتوصل باذن الله يوم الخميس. كل الترتيبات هنعلن عنها بكره باذن الله، هم بعتوا لنا الجواب فان شاء الله هنعلن عنها بكره. هيوصلوا على مطار برج العرب، هيبقى في استقبال رسمي ليهم، تعليمات رئيس النادي ان شاء الله باذن الله هنعلن برضو مين اللي هيمثل النادي الاهلي في استقبالهم، نوفر لهم كل السبل الراحه اللي موجوده عشان خاطر انت عارف احنا رايحين، والترجي دول اشقاء لينا والتوانسه عامه اشقاء لينا، فان شاء الله هتبقى مباراه فيها استمتاع وفيها فعلا النهائي افريقيا ليج بمصر وليج الكره المصريه والافريقيه ان شاء الله باذن الله. اقامتهم مع الاهلي في نفس فندق واحد في اسكندريه ولا؟ لا 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 هم فندق، احنا النادي الاهلي فندق ثاني. تم الفصل بينهم. تمام. لا لا منفصله ان شاء الله. طيب مجلس الاداره النهارده عنده قرار بشان المباراه ولا ما بحثتش؟ لا مجلس إدارة احنا لا، هي اللجنة كده كده منعقدة يعني طوال الأيام اللي فاتت منعقدة، وهنفضل اللجنة موجودة خلال ال 24 ساعة والأيام القادمة عشان خاطر نلبي كل طلبات الجماهير على قد ما نقدر، وبنتابع وصول فرقتنا سواء فرقة النادي الأهلي أو فريق الترجي، يعني دي لجنة موجودة مستمرة على طول في الاجتماع بتاعها والانعقاد. لكن النهاردة اجتماع مجلس إدارة كان أهم حاجة فيه اللي احنا بنبارك، ويمكن أخويا شريف فؤاد هيقول هذا الكلام برضه، اللي احنا بنبارك لأعضاء الجمعية العمومية لنشر لائحتهم، لائحه النظام الاساسي في الوطن العربيه فعليا، ودعوه اعضاء الجمعيه العموميه للجمعيه العموميه العاديه طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي يوم 23 و24 نوفمبر ان شاء الله باذن الله. تمام. وده كان من اسعد الحاجات اللي احنا النهارده بنقول فعلا يعني بنبارك لهم على لائحتكم. النادي الاهلي النهارده له لائحه نظام اساسي هيعمل بها من تاريخ صدورها، وهو التاريخ صدورها المفروض 10/10، لكن النهارده صدرت فعلا في الوقائع الرسميه، والصوره الرسميه بتاعتها بقت معانا خلاص اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. مبروك يا بيه، ربنا يخليك يا كابتن عادل. الف مبروك يا سياده العميد، ومزيد من التوفيق دايما ان شاء الله. يا رب يخليك لينا ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.